أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب، مع أولى حلقات فقه المعاملات، والذي سنتناول فيه إن شاء الله ما يتيسر لنا من أبواب فقه المعاملات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحباب، المعاملات تحيط بنا من كل جانب، وعلينا جميعا أن نعرف الحلال والحرام. وقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يبعث إلى من يبيع في أسواق المسلمين، فيسأل البائع عن مسائل الحلال والحرام، فإن أجاب وإلا قيل له قم، لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام، حتى لا يأكل الربا ولا يؤكله المسلمين. وعلينا أن نواكب كل ما هو جديد في المعاملات، ونواكب الأحكام، ونواكب رأي الشرع فيها، لأن هناك معاملات جديدة، هناك معاملات معاصرة ما منكم معتدين عليها، ما منكم متعودين عليها، فبدنا نشوف رأي الشرع فيها، هل يعني هي جائزة، هل هي غير جائزة، أو نأخذ ببعضها ونترك البعض الآخر وهكذا. فدائما لازم نكون على اطلاع بالمعاملات وبرأي الشرع فيها. أيها الأحباب، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، الحل والإباحة، وجاء التحريم من أجل درء مفاسد، حيث أن الشريعة حريصة على جلب المكاسب ودرء المفاسد. يعني أي معاملة تفضي إلى نزاع نهايتها ظلم، نهايتها أكل أموال الناس بالباطل، نهايتها الربا، هذا منهي عنه في الشرع. فالشريعة الإسلامية بأحكامها جاءت لكي نعيش في أمان، في سلام، في رخاء، بدون ظلم، بأمن. وليس معقول أيها الأحباب إنه إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويذهب إلى الحج، ولكن يأكل أموال الناس بالباطل أو يأكل الربا والعياذ بالله. فكما نحافظ على الصلاة، وكما نحافظ
على الصيام، وكما نحرص على أداء الزكاة، علينا أن نحرص على المعاملات من بيع وشراء وغير ذلك. نعم، أموال الناس وحقوق الناس، كل الناس مصانة ومحفوظة في الشريعة الإسلامية. إذا كان هناك أمر في غش وفي سرقة وفي ظلم ممكن أنه يمرق على الناس، أو حتى ممكن أنه يمرق على القوانين الوضعية، بس مش ممكن أنه يمرق على رب العالمين سبحانه وتعالى. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. إخواني وأخواتي، هذه كانت مقدمة بسيطة. إن شاء الله عز وجل يعني رح يكون الحديث بشكل بطريقة مبسطة، رح يكون إن شاء الله في أمثلة توضح ما نقول خلال الحلقات بإذن الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.